النهارده هنتكلم في ازاي تقدر تنقل الشاتس والميديا اللي موجوده في الواتساب في موبايلك القديم لموبايلك الجديد اللي شغال بخدمات هواوي فقط او جاي من غير خدمات جوجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في الطرق اللي تقدر من خلالها تعمل نسخ احتياطي واستعادة او باك اب اند ريستور للملفات والشاتس والميديا اللي موجودة عندك في الواتساب من موبايلك القديم لموبايلك الجديد اللي شغال بخدمات هواوي فقط او غاية من غير خدمات جوجل. وطبعا هنحاول نختصر الكلام بحيث ان هو ما يكونش فيه حاجات كتيرة جدا تتوهك. اول طريقة واسهل طريقة هي انك تنقل من خلال الفون كلون. الفون كلون هو التطبيق اللي موجود في موبايلات هواوي اللي تقدر من خلاله تختار او تدخل على التطبيق من خلال اي موبايل قديم تحمله وطبعا واي موبايل جديد خاص بهواوي تقدر تدخل عليه وتختار ان ده الموبايل القديم وده الموبايل الجديد، وبعدين بتعمل سكان كيو ار كود الموجود في الجهاز. بعد ما تقرا الكيو ار كود اللي موجود في الجهاز بيتم تخييرك تنقل ايه بالظبط. في اي حاجه بتختارها بتتنقل بالكامل، يعني انت لما تختار الواتساب هينقل فولدر الواتساب وتطبيق الواتساب وكل حاجه خاصه بالواتساب. يعني لنفترض ان التطبيق ده مش هيشتغل معاك او ما بتعرفش تستخدمه او ممكن يكون فيه مشكله او سيناريوهات كتير. خلينا نمشي الطريق الابعد بس في نفس الوقت هيكون طريق مضمون برضه 100%. اول حاجه نعملها او احنا هنمشي على خطوات. اول حاجه ازاي نقدر نعمل نسخه احتياطيه على الموبايل. تاني حاجه ازاي نقدر ننقل النسخه الاحتياطيه دي من غير ما نفقد بيانات. تالت حاجه ازاي نقدر نشغلها على الموبايل الجديد بحيث ان البرنامج الواتساب او تطبيق الواتساب نفسه يقراها ويعمل استعاده. اول حاجه زي ما قلنا انت تدخل على الموبايل القديم وعلى تطبيق الواتساب اللي موجود فيه، وبعدين تدخل على الاعدادات، وبعدين النسخه الاحتياطي للدردشه او الشات باك ابس، وتدخل من جواه بيكون عندك اختيارات. من بين الاختيارات دي هو الشات باك اب لجوجل درايف. تضغط عليه بيظهر لك اكتر من اختيار. طبعا انا بتكلم عربي وانجليزي مع بعض، يعني يظهر لك مثلا يوميا او شهريا او سنويا او ديلي او مانثلي او حاجات كده، فانت بتختار نيفر او ابدا، وبعدين بتضغط على باك اب او نسخ احتياطي. الموبايل بالبلدي لما هتضغط على حاجه زي كده وانت قافل الانترنت او قافل انه يعمل باك اب من خلال الانترنت هيعمل باك اب على الموبايل. كده بقى موجود نسخه من الشاتس اللي موجوده عندك او الكلام نفسه موجوده على الموبايل او على تطبيق الواتساب او على فولدر تطبيق الواتساب بمعنى اصح. كده انت خلاص عملت نسخه احتياطيه من تطبيق الواتساب، هتخرج منه وتدخل على الفايل مانجر او مدير الملفات اللي موجود في موبايلك القديم، وبعد ما تدخل عليه تدخل على فولدر الواتساب نفسه. هتلاقي عندك فيه 3 فولدرات. اول فولدر ملناش دعوه بيه، تاني فولدر هو الداتابيسز، تالت فولدر هو الميديا. بتضغط ضغطه مطوله على واحد من الفولدرين دول عشان يفتح لك المالتي تشويسنج او الاختيار المتعدد. لما تضغط عليه هيبقى مفتوح لك زي ما قلنا الاختيار المتعدد، هتختار الميديا وهتختار الداتابيسز. بعد ما تختار الاثنين دول بتضغط على مور او المزيد، وبعدين تضغط على كومبريس او ضغط علشان يجمع لك الاثنين دول في ملف مضغوط واحد باسم واتساب. طبعا هيختار لك او هيظهر لك عايز تعمل الكومبريس او الضغط ده فين. هتختار الكرنت دايركتوري او المسار الحالي بحيث ان هو ينسخهم لك او يدمجهم لك في نفس الفولدر اللي انت واقف فيه. كده خلاص بقى موجودين معاك، بقى موجود عندك ملف باسم واتساب جواه فولدرين اللي احنا عاوزينهم. انقل بقى الملف ده باي طريقه تعجبك لموبايلك الجديد، اي طريقه تعجبك حرفيا. يعني ممكن مثلا تعمل له رفع على الواوي كلاود او على سحابه هواوي وبعدين تحمله من الموبايل الجديد. ممكن تنقله من خلال اليو اس بي، يعني توصل الموبايل القديم بوصله يو اس بي في كمبيوتر او لابتوب وتنقل الملف ده، وبعدين توصل الموبايل الجديد برده بوصله يو اس بي وترجع الملف او تنقله مره ثانيه للموبايل الجديد. ممكن تنقله من خلال الاو تي جي، انك توصل مثلا فلاشه وتنقل عليها وبعدين توصلها في الموبايل الجديد وتاخد منه. ممكن تنقلها من خلال ميموري كارد، انك توصل ميموري كارد وتنقل عليه وتاخد منه. ممكن من خلال شير ات. في اكتر من طريقه وكل الطرق مفيش اي مشكله، المهم انك تنقل الملف من الموبايل القديم للموبايل الجديد اللي شغال بخدمات هواوي. دلوقتي خلاص احنا نقلنا الملفات او نقلنا الملف ده، الملف المضغوط ده للموبايل الجديد اللي شغال بخدمات هواوي. طبعا مش محتاج اقول انك لازم ما تكونش فاتح تطبيق الواتساب في الموبايل الجديد بحيث انه يكون فولدر الواتساب فاضي. دلوقتي انت هتدخل على مدير الملفات تنقل الملف اللي اتبعت لك من الفولدر اللي هيروح عليه اللي هو ملف المضغوط الخاص بالواتساب، تحط في فولدر الواتساب الجديد في الموبايل الجديد. بعد ما تنقله بتضغط عليه ضغطه مطوله وبتعمل دي كومبريس او فك الضغط، فبيتفك معاك وبيظهر معاك فولدرين، فولدر الداتابيزز وفولدر الميديا. كده خلاص الفولدرين موجودين، تقدر تمسح الملف اللي كان اصلا عباره عن الفولدرين مدمجين في بعض مش محتاجه تاني. بعد كده بتدخل على الفولدر الخاص بالداتابيزز، بتلاقي جواه حاجه اسمها كريبت اللي هو يعني ملفات لها علاقه بالنسخ الاحتياطي للشاتس اللي اتعملت قبل كده. بيكون في اكتر من ملف وكل ملف بيكون جنبه تواريخ ما عدا ملف واحد ما بيكونش فيه تواريخ. هو الملف ده انا هظهر اسمه هنا بحيث انك تكون عارف ايه الملف ده. الملف ده هو الوحيد اللي مش بيتمسح، هظهر اسمه تاني وانا بقول لك مش بيتمسح. باقي الملفات بتضغط على اي واحد فيهم ضغطه مطوله وتختارهم كلهم مع عدد الملف اللي انا قلت عليه ده طبعا وتمسحهم. كده الملف ده الوحيد اللي موجود في الداتابيسز والميديا موجوده عندك زي ما هي. تخرج بقى من الفولدر كله ومن التطبيق كله ومن كل الكلام ده،
وتدخل على تطبيق الواتساب في الموبايل الجديد. بعد ما تدخل على تطبيق الواتساب في الموبايل الجديد بتدخل رقم تليفونك طبعا، بيبعت لك الفيريفيكيشن كود، بيعمل فيريفاينج او تعريف، وبعدين بيفتح معاك. اول ما بيفتح معاك بيقرا الشاتس اللي موجوده في فولدر الواتساب، زي ما الموبايل اللي قبله لما عمل باك اب وما كانش فيه انترنت قرا وعمل باك اب على فولدر الواتساب اللي موجود في الموبايل القديم. فالموبايل الجديد هيقرا الشاتس اللي موجوده على الواتساب او على فولدر الواتساب في الموبايل الجديد. هتلاقي بيقول لك يوجد بعض الرسائل، هل تريد الاستعاده؟ بيبقى عندك ريستور وسكيب، طبعا بيكون عندك رقم الرسائل وده اللي بيعتمد على كم الشاتس اللي موجوده عندك. تضغط على ريستور. لما الواتساب بينتهي من عمليه الاستعاده بيظهر لك تحت انه تم استعاده عدد معين من الرسائل، وانت بتضغط موافق، وبعدين بتدخل تكتب الاسم طبعا وبتختار الصوره وبس كده. مبروك عليك كده، كل الشاتس اللي موجوده والميديا اللي موجوده في الواتساب في موبايلك القديم اتنقلت موبايلك الجديد، وكل محادثات الواتساب او الشاتس اللي موجوده في الواتساب هي اب تو ديت او متحدثه لاخر حاجه عملتها قبل ما تبدا في مرحله النقل او عمليه النقل تماما. اظن كده الموضوع واضح. يا ريت توضح لي لو في اي خطوه من الخطوات دي محتاجه شرح تفصيلي اكتر من كده، بحيث ان انا ممكن ابقى اتكلم عنها بشكل مفصل اكتر من كده.